طيب كابتن بقى، خلينا نتكلم على الماتش النهارده، يلا بينا. مباراه يعني السؤال المعهود، ومش هقول مش هقول كليشيه، قول كليشيه ولو كليشيه ايه المشكله كابتن هاني مننا وعلينا. استحملنا بقى النهارده. ماشي. توقعاتك لتشكيله النهارده، مع ان معظم الناس بقت خلاص حافظه كيروش، بس خلينا برضو نعرف وجهه نظرك. طبعا التشكيل يعني في اعتقادي مع الاصابات اللي حصلت كمان مع وجود احمد حجازي، طبعا احمد حجازي خبره كبيره جدا، ولكن عندنا ثقه في اللعيبه الموجود، مش هيختلف كتير طبعا. اعتقادي جاهزيه ابو جبل جاهز، وبالتالي هو اللي هيكون موجود. عمر كمال، وعندنا محمد عبد المنعم. هي جزئيه السيرد باك الثانيه، هل لو الونش جاهز ممكن الونش يلعب ويبقى فتوح ناحيه الشمال، ويكون في وسط الملعب ايمن اشرف، لان في اعتقادي ممكن يرفع بايمن اشرف في وسط الملعب، علشان ده جزء تكتيكي، ان ممكن جدا في وقت من الاوقات ان يكون فتوح عنده ادوار هجوميه بشكل كبير، وبيبقى في كفرنج من ايمن اشرف، وجود طبعا النني وعمرو السوليه، والثلاثي مصطفى محمد ومحمد صلاح ومرموش. في حاله عدم جاهزيه شويه الونش، ممكن ايمن اشرف يلعب سيرد باك، وفي الحاله ديت يكون حمدي فتحي. كمان حمدي فتحي عنصر مهم جدا في اعتقادي، ممكن التشكيل يتوقف على جاهزيه حمدي فتحي. لو حمدي فتحي جاهز، اعتقادي الشخصي ان هو لازم يكون موجود في الملعب النهارده، لان المباراه النهارده لو اتكلمنا تكتيكيا لكن بدنيا المباراه مهمه جدا. هم عندهم ادفانت، يعني عندهم شويه ميزه، ان احنا لعبنا يمكن مباراتي سهل العاج والمغرب 120 دقيقه، مجهود كبير جدا. منتخب الكاميروني ما مرش بهذه الظروف، وبالتالي في اعتقادي الشخصي ان العامل البدني هيكون مهم جدا، ازاي نتعامل مع المباراه فنيا على مستوى التكتيكي، وكمان الاهم من كده بدنيا، ان احنا نحافظ شويه على يعني نركز بشكل بس كبير. مش عارفه توافقني في الراي ولا ايه كابتن، انه مؤخرا تحديدا في الماتشات قدام كوت ديفوار والمغرب بدنيا احنا لعبتنا احسن كتير، ما فيش شك، لكن يعني في طب ده باين في الاصابات، اصابات عضليه، اصابات عضليه، وخلي بالك كمان مجهود كبير جدا للعيبه على المستوى البدني على المستوى لكن العصبي، لكن شايفين استامنا زي ما بيقولوا قوه للاخر مكمله، لا مكملين قوي مكملين. لكن خلينا نقول ان المباراه السيناريو بتاع مباراه الكاميرون لازم يكون محسوب كويس. انت عندك سيناريو ان شاء الله ربنا يكرمنا وننهي في 90 دقيقه، لكن كمان في سيناريو انك ممكن جدا توصل ل 120 دقيقه، فالجانب التكتيكي والجانب البدني مهم جدا. انا في اعتقادي ان يكون لازم يكون عندك كمان الماتشات زي ديت، ممكن الدكه هي اللي تكسبك، يعني الاوراق تريزيجيه وزيزو، انا في اعتقادي ممكن زيزو، ودايما بنقول زيزو يبدا بنتكلم على اوراق رابحه لازم تكون مع المدير الفني. في اعتقادي الشخصي ان زيزو ليه ادوار مهمه جدا المباراه ديت، ممكن جدا يكون في ادوار مهمه جدا لرمضان صبحي اللي يمكن شارك المباراه اللي فاتت، ممكن يكون ادوار اطول شويه، ممكن يكون محمد شريف كمان ليه ادوار، لمحمد شريف يمكن بعيد شويه ما بيشاركش في المباراه بشكل كبير، لكن مباراه طويله.